السلام عليكم. قد تكون الانتفاضة العربية عجزت في أي من بلدانها عن إنجاز أهدافها في إحداث تحول سياسي يفضي إلى مشاركة الشعب في صنع القرار، لكنها من جهة أخرى أنتجت تفاعلات سياسية قادت بدورها إلى بدء تشكل ما يسميه بعض المراقبين نظام إقليمي جديد تقوم العلاقات بين دوله على أسس وتوازنات مختلفة عما كانت عليه الحال قبل عام 2010 تاريخ انطلاق شرارة هذه الانتفاضة. كيف أسهمت الانتفاضة العربية في ولادة النظام الإقليمي الجديد وما أبرز ملامح هذا النظام؟ هذا ما تبحثه حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، أهلا بكم. منذ بداية عام 2011 شهدت المنطقة العربية ما لم تشهده طيلة عقود، فبعد أن ظل العالم العربي خارج موجات التغيير والتحول الديمقراطي، فإن الثورات التي شهدها فاجأت الكثيرين في الداخل والخارج، وستدخل في التاريخ العربي كسنة استثنائية وتأسيسية، بدءا بالثورة التونسية ومرورا بمصر وليبيا واليمن وسوريا، فضلا عن الاحتجاجات التي عمت بقية البلدان العربية. فشرارة الربيع العربي انتشرت بسرعة البرق ولم تستثني أحدا، وإن اختلفت قوة أو ضعف هذه الاحتجاجات الشعبية ضد النظم السلطوية من دولة لأخرى. الثورات التي اجتاحت العالم العربي أدت إلى إحداث تغيرات في شكل العلاقات بين دول المنطقة، حيث أعيدت صياغة كثير من التحالفات التي كانت قائمة ومثلت ضغوطا شديدة على دول الشرق الأوسط. وتعيش معظم الدول العربية منذ قيام الثورات في حالة عدم استقرار، فيما يتصاعد الحديث حول تأثير هذه الثورات على العلاقات بين الدول العربية بصفة عامة وعلى مستقبلها في ظل التحولات في النسق الدولي الذي يشهده العالم. دخلت المنطقة العربية في فترة ما بعد الثورات مرحلة تحول كبير وحراك سياسي غير مسبوق، أفرز تغيرات سياسية متلاحقة ما بين ثورات أسقطت نظما سياسية سادت لسنوات طويلة، وثورات لا تزال تناضل ضد نظم سياسية تستعصي حتى الآن على السقوط، ما يكشف في النهاية عن مشهد عربي تتغير ملامحه وتتفاوت متغيراته، وإن كانت تؤكد على أن المنطقة تدخل تدريجيا في عملية تحول تاريخي عميق سوف تغير من المكونات الأساسية للمشهد العربي لتعيد تشكيله على أسس جديدة. وقد أدت المتغيرات التي شهدتها دول الحراك أو الثورات العربية إلى تغيرات عميقة في السياسة الخارجية لتلك الدول أو علاقاتها بالدول العربية الأخرى، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية فيما بينها. انكفاء معظم الدول العربية بشؤونها الداخلية غير المستقرة لم يسمح بتحقيق تلك النظم لرؤية استراتيجية واضحة المعالم بخصوص سياساتها العربية والخارجية بصفة عامة، وبالتالي فإنه من الصعب تصور بلورة محور يضم الجميع ويتحرك على مستوى المنطقة خلال الفترة القادمة، لا سيما وقوع معظم تلك الدول تحت سيطرة القوى التي تمسك بزمام ضبط التوازنات الإقليمية والدولية. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو الأساتذة خيري عمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقاريا، والأستاذ عادل دشيلة الكاتب والباحث، ويكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الرومانية بوخارست عبد الرحيم خليفة الصحفي. أهلا وسهلا بالجمع الكريم. لو بدأنا هنا من استوديو أستاذ عمر، ربما لم تفلح الانتفاضة العربية في تحقيق إنجازها الموعود في هذا التحول السياسي وتكريس المنهج الديمقراطي في إدارة الحكم البلاد إلى آخره، لكن ثمة من يتحدث عن أن تغييرا حقيقيا حدث في الإقليم في المنطقة، لو تحدثنا عن طبيعة هذا التغيير. نعم، عندما ننظر إلى تجارب الربيع العربي نلاحظ أن السمة الرئيسية له أنه كان تغيرا أو حدثا فجائيا لم يكن ضمن منظور للتغيير، أن كثير من الحركات السياسية التي تصدت لهذا التغيير أو انخرطت فيه لم يكن لها إطار سياسي أو إطار فكري على أساسه يمكن كيف يمكن وضع تصور للنظام المستقبلي. وهذه القضية أعتقد أنها هي أكبر التحديات التي واجهت الربيع العربي. يعني إذا ما نظرنا في مصر ليس هناك ميثاق لثورة يناير، في ليبيا ليس هناك ميثاق لثورة فبراير، وبالتالي أن هذه القضية تمثل تحدي حتى الآن. وبالتالي عندما حدثت التغيرات اللاحقة على التالية لموجات الاحتجاج العربي هي أن التغيرات ارتبطت بالصراع السياسي بين النخب التقليدية والنخب الجديدة، وبالتالي
أن الدول العربية هي حتى الآن في كثير من النماذج هي ما تزال في حال الصراع حول تكوين هوية الدولة أو كيف تنظر إلى عملية الانتقال أو المرحلة الانتقالية الجديدة، سواء في بناء النظم أو الدول التي استطاعت تجاوز هذه الصراعات. هنا المسألة الأساسية هو ما هي أهم الملامح أو خصائص النظم السياسية التي تكون بالشكل في الوضع المعاصر. يعني في مصر الدولة التقليدية تسير، البيروقراطية هي التي تدير الدولة. في دول أخرى لم تتضح الملامح حتى الآن. يعني كيف يمكن أن نصل فيما بعد التغيير منذ الاحتلال العراقي الأمريكي للعراق، كيف هو مستقبل الدولة في ظل أن تصاعد الصراع الطائفي، وأيضا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا المغرب العربي له منظور آخر، أنه يرى نفسه بعيدا عن هذا الزخم العربي ويحاول أن يبني نفسه بشكل مستقل. القضية الأساسية الأخرى هي أنه عندما نشأت الجامعة العربية والوحدة العربية والأفكار القومية كانت ضمن تيار القومية العربية الذي ساعد على وجود استطراق بين كثير من الدول، بين غالبية الدول، سواء من الجزائر ومصر وبغداد وسوريا، رغم النزاعات والخلافات بين التيارات القومية في ذلك الوقت، إلا أنها كانت هناك ما يمكن الحديث عن وجود نظام عربي تمثله الجامعة العربية وتستطيع اتخاذ قرارات في الأزمات الدولية. أن ما يحدث في الواقع الحالي هو أنه هناك تغير واسع لا يصعب التنبؤ بمستقبله. يعني عندما يحدث تحالف بين مصر والإمارات والسعودية، فبالتالي هل يمكن لهذا التحالف أن يقود السياسة العربية؟ أم أن العلاقات الجيدة بين مصر والعراق يمكن أن تقود السياسة العربية مرة أخرى؟ نحن سوف نكون في المستقبل القريب بصدد مناقشات حول الهوية الملائمة. لكن النقص المهم والنقص الذي يواجه الدول هو أنه لا توجد هناك فكرة سياسية. كيف يروا الصراع مع إسرائيل؟ كيف يروا الوحدة العربية؟ كيف يروا العلاقة بين النظم الملكية والنظم الجمهورية؟ هل يمكن أن تصار مرة أخرى؟ وبالتالي نحن الآن النظم العربية ما زالت في حالة استطراق، كيف يمكن أن تتواصل مع بعضها؟ بمعنى أن الحل النهائي سواء في صفقة القرن أو في المسألة السورية سوف يكون من المحددات الرئيسية لأي نظام عربي في المستقبل القريب. نعم، أريد أن أتحول أستاذ خليفة عبد الرحيم خليفة. أستاذ، التفاعلات السياسية والأمنية التي حصلت في المنطقة العربية أو في الإقليم كله يعني أنتجت فراغا سياسيا في المنطقة، وهناك من يقول إن أعيدت شكل المنطقة على أساس من التحالفات الجديدة. لو تحدثنا عن طبيعة الإقليم الذي يشكل العرب الجزء الأكبر منه طبعا جغرافيا وسكانا، ليس بالضرورة قوة سياسية، كيف يبدو لك المشهد الإقليمي في ظل هذه الثورة العربية أو في ظل الانتفاضة العربية؟ طيب، يبدو أنه قطع. أعود إليك الآن أستاذ عادل، أحيل هذا السؤال إليك على أن أعود إليه مرة أخرى. يعني كيف يبدو لك المشهد الإقليمي الآن متأثرا بالانتفاضة العربية، خصوصا وأننا نعيش المنطقة تعيش يعني فراغا سياسيا بعد ضعف القوى التقليدية كسوريا ومصر والعراق في هذه المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المنطقة العربية اليوم تشهد تحولا جذريا في على كافة الأصعدة، سواء كانت السياسية أو الاجتماعية وما إلى ذلك. طبعا لا ننسى اليوم بأن هناك لدينا محورين، محور ما يسمى بالممانعة ومحور ما يسمى بالاعتدال. محور الاعتدال ضم الدول التقليدية التي كانت سابقا المسيطرة على المشهد السياسي وأيضا المشهد الثقافي وما إلى ذلك، مصر والدول الأخرى كالعراق وسوريا. اليوم من المفارقة العجيبة أن تجتمع هذه الدول التقليدية خصوصا مصر مع الأنظمة الملكية وسمي محور ما يسمى بالاعتدال، أي أن هناك محور الآن، المحور القوي في المنطقة هو المحور الإماراتي السعودي المصري، هذا هو المحور ما يسمى بمحور الاعتدال، وهذا المحور مدعوم أمريكيا وهو من يقود الاعتدال. هنا تقصد ربما في المنظور الأمريكي الاعتدال؟ بالمنظور الأمريكي، وهذه الدول هي التي تقود الثورة المضادة. هذه دول تقليدية وهي حليفة للأمريكا وهي من تقود دفة المشهد سياسيا وعسكريا في المنطقة. الآن المحور ما يسمى بالاعتدال، أي المحور الثلاثي المصري
الإماراتي السعودي هو المحور الذي قاد الثورة المضادة، وهو من يقود الآن دفة العملية في المنطقة العربية. المحور الآخر ما يسمى بمحور الممانعة، وهذا المحور هو محور الميليشيات المسلحة والميليشيات المؤدلجة طائفيا. والآن يريد توريد المنطقة على أن نتحول هذا المحور ما يسمى بمحور الاعتدال إلى محور سني، أي أن تكون هناك حرب أهلية قادمة بين محور الاعتدال ومحور الممانعة. نحن الآن أمام يعني احتلال جديد، أمام سايكس بيكو جديدة، تقسيم المنطقة على أسس طائفية، وسيكون صراع في المستقبل للأسف الشديد بين محور الاعتدال ومحور الممانعة، وقد بدأت يعني في أكثر من بلد عربي سواء في اليمن أو في سوريا أو في العراق. لكن أنا من وجهة نظري الشخصية بأنه لازلنا الآن شباب الربيع العربي، نحن في السبرينغ تايم الآن ما يسمى بالربيع العربي، شباب الربيع العربي خرجوا بصدور عارية، خرجوا يعني يطالبون بالحرية والعيش مثل باقي شعوب الأرض. وكان للأسف الشيء يعني لم نكن نتوقع أن نرى هذا هذه الموجة من الثورة المضادة، وأيضا الأنظمة التي تدعي الديمقراطية. اليوم نحن أمام يعني أمام احتلال دولي بالمعنى الحقيقي يدعم أنظمة تقليدية. هذه الأنظمة تقوم بدور الوظيفة، يعني هي تقوم بدور وظيفة في المنطقة، ليست أنظمة حقيقية، وإنما تقوم بدور الوظيفة منذ بداية النظام العربي في نهاية الحرب العالمية الثانية، أي من بداية تكوين الجامعة العربية. إذن لا يعول على هذا النظام التقليدي، ولا يمكن أن يكون هناك نظام حقيقي عربي ما لم يأتي من الشارع العربي، ويأتي من 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 من, من العمق العربي، ويأتي بمشروع عربي، وهو ما سيكون في المستقبل. نحن الآن في مرحلة انتقال، سيكون هناك مشروع عربي. من سيدير هذا المشروع؟ التيار التقليدي، التيار الإسلامي. هذه الأيام ستنبئنا بذلك. طيب، أريد أن أذهب إلى بوخارست لأسأل الأستاذ عبد الرحيم خليفة، أجدد الترحيب بك. اليوم تبدو دول المنطقة أو المنطقة عموما يعني تعيش وضعا شبه كارثي من تفكك وهجرات وفوضى وحالة جوع، مجاعات كبيرة، وخصوصا في اليمن. يعني تحدث عن اليمن، عن ليبيا، عن سوريا، عن العراق. إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه النماذج، هذه الدول بنماذج الحكم الدائرة فيها الآن، توطئة لإعادة تشكيل الدولة القطرية نفسها؟ أستاذ عبد الرحيم، طيب أشكر مشاركتك معنا التي لم تتحقق. أستاذ عبد الرحيم، أذهب إليك. أستاذ عمر، دول المنطقة الآن تعيد بناء علاقاتها، وهناك ظهور إسرائيلي واضح في عدد من العواصم العربية التي لم يكن متوقعا أن يظهر فيها. السؤال هو ما الطابع العام للعلاقات التي ناشئة في ضوء التغيرات السياسية والأمنية والميدانية في عدد من الدول العربية؟ ما الطابع العام الذي يحكم العلاقات بين دول الإقليم؟ الطابع العام هو أن الدول العربية في حالة انتقال سياسي واقتصادي من مرحلة الاقتصاد العام للاقتصاد الخاص، وأن الانتقال من حالة الاقتصاد العام للاقتصاد الخاص سوف بيؤثر في السياسة الخارجية لهذه الدول. بحيث مثلا أن منطقة دبي، مدينة دبي الحرة، هي منطقة استثمارية لكل الأطراف، وبالتالي كان هناك كلام منذ زمن على أن هناك رأس مال إسرائيلي ورأس ماليات أخرى كثيرة، استثمارات كبيرة جدا يعني. وبالتالي أن تماثل النظم الاقتصادية في أنها النيو الليبرالية أو الليبرالية الجديدة على في كل البلدان، هذا سوف يدعم وجود الدولة القطرية، أن تكون المصالح الداخلية هي لها الأولوية في السياسة الخارجية، وأنه ليس هناك معيار واضح لإقامة علاقات مع أي دولة. وبالتالي هناك الاقتصاد أو الشبكات الاقتصادية في الشرق الأوسط أو في البلدان العربية قد تكون مختلفة إلى حد ما. يعني مثلا في الاستثمارات القطاع الخاص أو الميزات المحافظات للاستثمار الداخلي لا تشترط وجود جنسية معينة لكي تدخل إلى السوق الداخلي في كثير من الدول، يعني شروط التملك وهذه الأمور كلها. وبالتالي السؤال المهم هنا هو ما هو المرتكز الفكري الذي يمكن أن تقوم عليه النظام العربي الجديد. هناك في السابق كان قام على الاشتراكية والقومية العربية، الآن إذا قام على فكرة القطاع الخاص أو الاستثمارات المتداخلة، وبالتالي هنا نتحدث عن أن ليست هناك فكرة مركزية واحدة هي نابعة من نفس المنطقة. يعني كانت في السابق أن القومية العربية أو الاشتراكية العربية في مواجهة الرأسمالية،
هنا الآن الاقتصادات الجديدة ليست في مواجهة حد، في مواجهة أحد، لكنها تستوعب كل التوجهات الاستثمارية دون استثناء. وبالتالي أن سوف لا تجد الدول غضاضة في أن تكون هناك مصالح كثيفة مع إسرائيل كما يحدث مثلا بين دول الخليج وإسرائيل، ولن تجد حرجا في أن تكون هناك العلاقات الاقتصادية مع دول غير عربية الكثيفة أصلا كثيفة العلاقة، سواء مع الاتحاد الأوروبي أو الدول الإفريقية أو غيرها. وبالتالي هذا يمثل سحبا من التعامل العربي المشترك، يمثل نقصا أو تحديا للاعتماد المتبادل. وبالتالي هذه المشكلة، إذا افتقدت الدول العربية هذه الميزة، فإن الحديث السياسي عن التكامل العربي أو التساند العربي في الساحات الدولية يعني سوف يكون أقل ما يمكن. يعني مثلا ما يخص القضية الليبية على سبيل المثال، رغم أنها مشكلة أمنية كبيرة وهناك انفراد للدولة، إنما الجماعة العربية لا تستطيع الاجتماع لمناقشة هذه القضية بسبب اعتراضات بعض الدول. وبالتالي هو السؤال هنا هو كيف نبني نظاما في ظل هذه التناقضات. أعتقد أن هذا هو تحدي كبير للبلدان العربية، وخصوصا أن هناك مثلا مشكلة اللاجئين في لبنان، كيف يتم حلها؟ هل يتم حلها بالشكل الأمني أم بالاستيعاب أم بالترحيل أو النقل الآمن لسوريا؟ يعني هذه القضايا كلها أعتقد أنها سوف تكون من المدخلات الإيجابية أو السلبية للنظام العربي قادما. هذا مستوى من التحدي المطروح الآن، لكن ثمة مستوى آخر من التحدي يتعلق بشكل الدولة القطرية. كنا قبل قليل سألنا ضيفا الذي لم نتمكن من التواصل معه في بوخارست، ونعتذر لسهادة المشاهدين عن ذلك. يعني الآن نعيش حالة شبه كارثية في المنطقة، اليمن مجاعة، نحو 10 ملايين يمني مهددون بالموت جوعا، في سوريا يعني بلد منهار على الأرض، في العراق في نظام تسلطي طائفي مدعوم من قوى خارجية، في مصر هناك حالة استبدادية كبيرة، يعني الشعب لا يستطيع أن يتكلم، يعني عاد الوضع إلى أسوأ مما كان عليه، وضع شبه كارثي. هل هذا بالضرورة يؤدي إلى الحديث عن إعادة تشكيل الدولة القطرية نفسها؟ وإذا ما كان الأمر كذلك فأي شكل ستنتهي إليه؟ أخي الكريم، الدولة القطرية يعني بالمفهوم العام، من الذي أنشأ هذه الدول القطرية؟ أليس هو الاحتلال؟ من أنشأ هذه الدول القطرية هو الاحتلال البريطاني في نهاية القرن الماضي أو في منتصف القرن الماضي. هذه الدول القطرية الآن لا تستطيع أن تحل مشاكلها الداخلية. إذا كانت الجامعة العربية فشلت في إيجاد صيغة توافقية لهذه الدول القطرية منذ يعني الخمسينات حتى اليوم، فأنا أتوقع بأنه المستقبل سيكون هناك تفكيك لهذه الدول أكثر مما هو حاصل الآن، ولا نستطيع أن نواجه سواء مشكلة النزوح أو الهجرة أو المشاكل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لأن هذه الأنظمة بحد ذاتها أنظمة قمعية، أنظمة تقليدية ديكتاتورية، لا يهمها أمن الوطن ولا يهمها حتى المفهوم الحقيقي للوحدة العربية. يعني تحدثت عن قضية أن الدول العربية قد تتجه إلى مزيد من التفكيك في المستقبل، هل يبدو لك هذا التفكيك أو هذا التفكك أو التفكيك، ربما يكون اختلاف في دلالة المصطلح، حتى التفكك، هل يبدو لك تفككا ممنهجا أم يسير بشكل آلي اعتباطي؟ أخي الكريم، هو يسير بمنهج يعني بمنهج استعماري جديد، ومن يقول غير ذلك فهو ينكر الحقائق. من يعني الآن نكون واقعين مثلا وصريحين، في منطقة الخليج العربي هناك يعني خطة أعدت في الغرف المغلقة سواء المستعمر البريطاني أو الأمريكي أو الإسرائيلي. نحن نعرف شعار في داخل إسرائيل، أرضك أرضك يا إسرائيل، أو في داخل مجلس النواب الإسرائيلي وما إلى ذلك، المحتل من الفرات إلى النيل. تم تجزئة العراق إلى كانتونات متناحرة على أسس عرقية وطائفية بعد أن كان هذا البلد قوي. الآن يتم تقسيم اليمن على أسس عنصرية وطائفية، والموجة القادمة ستكون في السعودية. هذه يعني هذه خطة استعمارية جديدة لتقسيم دول المنطقة على أسس طائفية. إذا تفجر الصراع في المستقبل في منطقة الخليج العربي أو في المنطقة العربية بشكل عام، لن يكون هناك إلا صراع ما بين ما يسمى بالتيار السني والتيار الشيعي، وسيكون هناك من أبناء جلدتنا من ينتمون من سيقاتل في إطار التيار الشيعي، والمحتل الغربي هو الذي يدير اللعبة عن بعد. هذه الأنظمة المتواجدة حاليا هي تقوم يعني بدور الوظيفة في المنطقة، وهي ومن يدير المنطقة هو سواء كان النظام الاقتصادي الرأسمالي أو المحتل الأمريكي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. لكن أنا أتوقع يعني في المستقبل، نحن الآن الشعوب العربية خرجت عن بكرة أبيها تطالب بالحرية، تطالب بالعيش، تطالب بنظام عربي حقيقي. هذا ما سيكون في المستقبل، وسيكون في المستقبل شاء من شاء وأبى من أبى، متى وأين هذه الأيام ستكشف ذلك.
طيب، يعني المنطقة الإقليمية، يعاد تشكيل المنطقة الإقليمية، هناك قوى إقليمية كبيرة مثل إيران ومثل تركيا. نريد أن نبحث في بعد الفاصل عن مكانة العرب أو الدور الذي سيشغله العرب في النظام الإقليمي الجديد الذي يتحدث عنه في مراكز القرار والمراقبين، سواء كانوا دوليين أو حتى إقليميين، لكن بعد الفاصل. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن النظام الإقليمي بعد الانتفاضة العربية. أستاذ عمر، يتحدث مراقبون عن في المنطقة وحتى في الغرب عن نظام إقليمي الآن يتشكل وتتشكل معالمه، لو حدثتنا عن محددات هذا النظام الإقليمي الجديد وأسسه الجديدة. يعني لا يمكن الآن الحديث عن نظام يتشكل، لأنه نحن في مرحلة تشكل، ما زالت تشكل تموجات ونقاشات حول كيف تكون الدولة القطرية. يعني هذا السؤال مطروح في ليبيا مثلا على سبيل المثال، هل تكون دولة موحدة أم غير موحدة؟ في سوريا، في العراق، هل تتجه لتعميق الفيدرالية أم تقف عند هذا الحد؟ يعني اليمن، سواء هل تكون دولتان أو دولة واحدة؟ وبالتالي أعتقد أن نقاشات عن نظام عربي جديد هي مبكرة للغاية، وخصوصا أن هناك النظم التي حدثت، الدول التي شهدت تغييرا واسعا لم تستقر على هوية واضحة. يعني الانتخابات في تونس القادمة، معذرة أستاذ خيري، يعني لماذا ما زال باكرا جدا الحديث عن نظام إقليمي جديد ونحن أمام قوى تقليدية تراجعت عن المشهد السياسي مثل مصر ومثل العراق ومثل سوريا، وصعود قوى جديدة هي صغيرة المساحة مثل الإمارات والسعودية وقطر؟ يعني هناك تبدل في مراكز القوى، هناك تبدل. القوى التي تصعد جديدة لن تستطيع حسم النظام العربي. يعني هذا أعتقد أن هذا الدول المركزية أعتقد سوف تكون بدور مهم في المستقبل، وأن هذه الفترة أعتقد أنها سوف تكون طريقة، يعني ليست هي نهاية. ما الذي يدفعك على هذا الاعتقاد؟ الاعتقاد الدول المخزن في العالم العربي هي الدول كثيفة السكان، الدول النهرية التي تستطيع تغيير الجيوبوليتكس في هذه المنطقة. يعني إنما الدخول الطارئ سواء لأسباب مالية أو لأسباب تقلبات في الدول نفسها، أعتقد يعني لم يكن تراجع العراق ممكنا سوى بحرب والحصار الأمريكي. يعني بالتالي ليست هذه الدول التي حلت تقليديا أو من نتيجة فائض القوة لديها هي أضعفة العراق. العراق أضعف لعملية لم تشارك فيها هذه الدول أو هي دعمتها على سبيل المثال. المحدد الأول هو كيف ندرك العوامل الداخلية أو دور العوامل الداخلية في بناء الدول. أنا في تقديري أن عوامل قوة الدولة هي بالأساس هي داخلية، وأن التكوين الداخلي للدولة هو الذي يسمح بالتدخل الخارجي أو لا يسمح بالتدخل الخارجي. وبالتالي القضية التي يمكن أن نناقشها هو كيف نعمل على تقوية الجبهة الداخلية أو تقوية التماسك الدولة أو تقوية التماسك الاجتماعي لكي يحصن المجتمع والدولة ضد التدخلات. يعني على سبيل المثال، وجود السلطة المركزية والقوة المركزية في مصر، الجيش، هو حمى الدولة من تدخلات خارجية كثيرة. وهنا في حالة مصر على سبيل المثال، أعتقد أن يعني كيف يكون حمى، هنا أريد أن أبحث معك، يعني كيف يكون حمى وجود الجيش الدولة المصرية من تدخلات خارجية قوية، وثمة من المصريين من يقول بأنه لا حاجة للدول الخارجية بالتدخل في مصر إذا ما كانت أهدافها ومصالحها تحقق على حساب مصالح المصريين، وهذا فريق واسع من المصريين يقول هذا الكلام. هو هذا فريق واسع، نعم، لكن من خلال ملاحظاتي أن الدولة متماسكة، وعندما تريد أن تقول توافق على قرار أو تعترض فيكون لها. يعني مثلا عندما عرض عليها أو طلب من مصر أن تشارك في حرب اليمن رفضت، عندما طلب منها أن تشارك في تحالف عربي في تحالف ضد إيران انسحبت من هذا التحالف.
عندما طلب منها أن تشارك في الحرب في سوريا في منطقة الشمال رفضت أيضا، وبالتالي هناك أعتقد أن هناك قدرة للدولة على التمييز بين ما تقبله وما ترفضه. وبالتالي هذه القضية أعتقد أن فكرة الدور الوظيفي قد تنطبق على بعض الدول ولا تنطبق على دول أخرى. يعني في حالة اليمن، اليمن الحكم حركة الحوثي أو الحكومة الفعلية في اليمن تتصارع مع تحالف عربي آخر. يعني عندما مثلا تقول الثورات المضادة أن الحكومة الشرعية في اليمن هي تستند للدول التي تدعى الثورات المضادة، فبالتالي هي المسألة هي كيف نناقش وضع الدول العربية في ظل التغيرات الحالية. المشكلة مثلا الآن في السودان أن هناك تسارع على كيفية الاقتراب من النفوذ الأجنبي، وبالتالي هذا هل يساعد هذا الانتقال السياسي أو يعوق الاستقرار الدولة؟ نفس التجربة في كثير من الأمور. لكن ما أود أن أقوله هو أن إذا فكرت السياسيون سواء من الحكومات أو الأحزاب بأن العوامل الداخلية هي أن العوامل الخارجية هي المهيمنة على التغيرات السياسية، أعتقد أنها سوف تستسلم لهذا الأمر، وهذا واضح في حالة ليبيا. يعني كل الأطراف السياسية تسعى لجلب التدخل الدولي، فيما حالة معاكسة في الجزائر أن قوة الدولة أو قوة السلطة مركزية السلطة منعت التدخل الأجنبي بما فيه فرنسا. بالتالي نحن هنا أمام تحديات هي كيف نفهم التغيرات التي تحدث في البلدان العربية. طيب أريد أن أنتقل أستاذ عادل، يعني في الخمسينات من القرن الماضي كان هنا خطاب معلن ظاهر وهو مواجهة إسرائيل ورميها في البحر وإلى آخره، كان هذا الخطاب يمثل رابطا جامعا للدول العربية وعلامة فارقة في النظام العربي في حينه. اليوم اختفى هذا الخطاب، وطبعا هذا الخطاب كانت تمثله جامعة الدول العربية التي كانت تربط بين الدول العربية. اليوم اختفى هذا الخطاب وانحسرت الجامعة العربية، يعني لم يعد لها دور يذكر سوى الالتقاء التذكاري إذا صح التعبير بين قادتها. ما خطورة هذا التراجع؟ ما الذي يجمع العرب في هذه المرحلة اليوم؟ أخي الكريم، أولا الأنظمة التي تشكلت بعد خروج الاحتلال البريطاني من المنطقة كانت بغض النظر أن كانت أنظمة شعبوية أو أنظمة تقليدية، سواء كان النظام البعثي والاشتراكي أو الليبرالي أو القومي أو حتى الأنظمة التقليدية الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية، كانت تسمى بالأنظمة الرجعية من المفهوم المصري آنذاك. طبعا هذه الأنظمة الكل كان مجمع على أن هذه القضية قضية فلسطين هي قضية مركزية، وأن العدو الأول للعرب هو العدو الإسرائيلي، ورأينا تلك الخطابات الشعبوية. ولكن كانت الوقائع على الأرض تمشي عكس الخطاب الشعبي الذي كان يعني يلقيها الزعماء العرب في داخل الغرف المغلقة أو حتى أمام شبكات التلفزة. رأينا انتكاسة 67، رأينا انتكاسة حرب أكتوبر في مصر، رأينا انتكاسة أيضا سقوط أكثر من منطقة عربية سواء في هضبة الجولان أو في جنوب لبنان أو حتى أراضي يعني مصرية. وهذه الأنظمة فشلت، الأنظمة العربية سواء كانت الأنظمة القومية فشلت في أن يكون هناك مشروع عربي جامع. الأنظمة التقليدية فشلت، كل الأنظمة التي يعني بعد مثلا بعد خروج الاحتلال، مثلا الأنظمة التي تشكلت بعد الكولونيزيشن، مثلا النظام الهندي نجح وهو كان دولة محتلة مثل مصر، وبعد تشكيل منظمة عدم الانحياز وكانت مصر هي كانت يعني من المؤسسين في هذه المنظمة، نجح الهنود ونجحت الدول الأخرى. ولكن نظرا لوجود هذه الأنظمة القمعية في سدة الحكم لم نرى أي يعني تحرك لهذه الأنظمة. لكن السؤال الآن مطروح، ما هو الدور الذي سيؤديه العرب أو الذي سيلعبه أو الذي سيقومون به في إعادة تشكيل المنطقة؟ الآن المنطقة كلها يعاد تشكيلها، هل للعرب دور مؤثر في تحديد شكل هذه المنطقة في ظل وجود دول غير عربية؟ طبعا لا يا أخي الكريم، هناك لدينا أكثر من مشروع، المشاريع المطروحة الآن في المنطقة لدينا مشروع إيراني واضح، هذا المشروع الإيراني مشروع استعماري، مشروع توسعي، مشروع طائفي واضح، وينفذ أجندته في اليمن وفي سوريا وفي لبنان، والآن على قدم وساق في البحرين والسعودية. بينما النظام التركي داخلي، لدينا مثلا النظام التركي داخلي، هذا المشروع التركي مشروع داخلي وليس مشروع تسطير الثورة مثل المشروع الإيراني. لدينا هناك تشكيل آخر يريد تشكيل المنطقة، النظام أو مشروع آخر، مشروع عنصري أو مشروع يعني آخر ما يسمى بالأكراد وما إلى ذلك. ولدينا مشروع أمريكي إسرائيلي، إذن هناك أكثر من مشروع في المنطقة، والعرب خارج اللعبة تماما. الآن هناك يعني هناك ما يسمى بصفقة القرن، يقولوا لابد على العرب أن يساعدوا أو أن
أن يكون هناك تشكيل يعني حلف عربي إسرائيلي لمواجهة إيران. هذا سيكون خطر حقيقي على المنطقة في المستقبل، لأن الشعوب العربية التي لا تعرف عن المشروع الإيراني ستقول بأن إيران هي من تواجه الاحتلال الصهيوني، وبالتالي سينخرط كثير من أبناء الطبقات التقليدية والدينية مع المشروع الإيراني. أي حديث عن مشروع عربي إسرائيلي أمريكي لمواجهة إيران سيصب في مصلحة إيران ولن يكون في صالح العرب، وبالتالي وهذا ما يحصل حاليا، لأن هذه الأنظمة أنا كما ذكرت لك قبل قليل هي تقوم بدور وظيفي. هذه الأنظمة لم تأتي من الشارع، هذه الأنظمة الآن هي متواجدة في السلطة بطريقة قمعية. لدينا أنظمة ملكية دكتاتورية لا تسمح لأحد، نعم. لدينا أنظمة اشتراكية عسكرية أجهضت كل المحاولات لإصلاح النظام العربي. طيب أريد أن أسأل أستاذ خيري قبل أن أذهب إلى الفاصل، هناك من يقول بأن منطقة الشرق الأوسط التي يشكل العرب الجزء الأكبر منها هي تودع عصر الأيديولوجيات، والآن التحالفات كلها تقوم على أساس اقتصادي براغماتي. ما مدى اتفاقك مع هذا الطرح وكيف يتمثل لك؟ أعتقد أن الاقتصاد يمثل جزءا كبيرا من توجهات الدول وفي السياسة الخارجية، نعم. لكن هل يمثل الحد الحاسم في هذا؟ أعتقد هذا يتوقف على أن كل دولة أو كل نظام سياسي يكون له أفكار أو أيديولوجيا. في تقديري أن كل الدول الآن تعمل على التكيف مع توجهات صندوق النقد الدولي في التحرر الاقتصادي وتخفيض الإنفاق العام وهكذا. كل هذه السياسات يعني سوف تؤدي في النهاية أن الدول لا تكون لها أولويات في البناء داخل النظام العلاقات العربية العربية، يعني سوف تكون متماثلة في الاهتمام أو في درجة الاهتمام مع العلاقات العربية الأوروبية. يعني مثلا العلاقات بين المغرب العربي وأوروبا سوف تكون تظل على ما هي أقوى، أو العلاقات بين مصر والعراق وكل دول الصين وغيرها سوف تكون يعني محدد رئيسي. أن بمعنى أن الدول تريد تسعى لبناء مصفوفة علاقاتها الخارجية وفق أولويات لا تشترط بالضرورة أن تكون ضمن الإطار العربي، وخصوصا مثلا عندما تتجه المملكة العربية السعودية للتحول الاقتصادي الليبرالية وتخفض العمالة الأجنبية، وبالتالي هي كثافة الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات الدول ذات الهجرة العالية والتي تعتمد كثيرا على دخول العمالة من السعودية عوائد العاملين في الخارج. أعتقد أن هذا سوف يكون فيه نظر في المستقبل أن العلاقات بين مثلا مصر والسعودية في هذا الجانب سوف تشهد تغيرات. ليس فقط بين السعودية ومصر، هناك عمالة كبيرة في العراق، في الأردن، في سوريا، في لبنان، في مصر، وحتى في المغرب العربي. يعني نعم. توقف دول الخليج العربي، هنا هذه نقطة مهمة يعني دكتور، توقف دول الخليج العربي عن امتصاص هذه العمالة وخصوصا السعودية التي هي سوق كبير للعمالة. نعم. يعني إلى أي مدى سيعيد ترتيب شكل المنطقة؟ هناك يعني عائدات كثيرة ستتوقف عن الذهاب إلى هذه التحويلات. يمكن أن يكون له تأثيرا سلبيا في على الاعتماد المتبادل بين الدول في نقل رؤوس الأموال أو في العوائد، وقد يكون له تأثير إيجابي أيضا إذا حدثت تقدم في التنمية في تلك البلدان واستوعبت الفائض العمالة الذي كان في السعودية. وبالتالي هنا التحدي كبير في تقديري أنها سوف يدعم انشغال الحكومات بالشؤون الداخلية أكثر من الشؤون الخارجية. يعني على سبيل المثال ما يحدث في تونس وحتى انعقاد الانتخابات في نوفمبر القادم هي النقاشات كيف نوفر العوائد الاقتصادية ونضع الدولة أمام حكومة مستقرة وسياسة تنمية رشيدة في المستقبل تستطيع أن نتخلص من التنافر بين الأحزاب السياسية والتقلبات والانقسامات. هذا هو يعني أعتقد أن هذا هو نمط من التحدي، يعني خصوصا أن تونس تتعرض لتدخلات خارجية لتغيير النظام السياسي أو الضغط على تفكيك التحالفات القائمة وإدخالها في صراعات في هذا السياق. ربما من المناسب الحديث عن الدول الإقليمية الكبيرة مثل إيران وتركيا ودورها في صوغ هذا النظام الإقليمي الجديد، ولكن بعد قليل. ما زال في الحديث البقية ولكن بعد هذا الفاصل.
أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. أستاذ عادل، الآن يعني دولة عربية مركزية ذات ثقة هي غائبة عن المنطقة، يعني لا ليس مصر لم تعد مصرا، وكذلك سوريا وكذلك العراق، حتى السعودية لم تستطع أن تملأ هذا الفراغ السياسي الكبير في المنطقة. في ظل غياب هذه القوة العربية المركزية، إلى أين تسير المنطقة؟ العرب إلى أين يسيرون في رأيك؟ طبعا أخي الكريم، في ظل غياب المشروع العربي بكل تأكيد ستظهر لنا مشاريع أخرى. المشروع الإيراني بدأ يظهر على السطح، المشروع التركي واضح بدأ يظهر على السطح، ولكن المشروع العربي الآن مغيب تماما، أي أن هناك يعني أن هناك تغيب ممنهج. هذه الأنظمة التقليدية التي هي الآن يعني ماسكة بزمام الأمور لا تستطيع أن تقدم رؤى وأن تقدم حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية. هذه الأنظمة لا تقبل حتى الرأي الآخر. عندما الآن النظام المصري مثلا، كانت مصر كان ما يسمى مصر أمة الدنيا، كان العرب يتوجهون إلى القاهرة في السبعينات باعتبار الخطاب الشعبوي والجماهيري. اليوم تحولت مصر إلى دولة مغلقة، مصر تحولت إلى دولة تحاول أن تركز على أمنها الداخلي، على مشاكلها الداخلية، كيف تجمع الربيع المصري، كيف تلاحق الأبرياء، كيف تسجن الأكاديميين وما إلى ذلك. وبالتالي لا يعول على هذه الأنظمة، لأن هذه الأنظمة لا يعول عليها. ماذا يعني ذلك في المدى المنظور أو في المدى البعيد؟ معنى ذلك أن المشروع الإيراني قد ربما أنه يتحكم في المنطقة لا سمح الله، إذا لم يكن هناك، إذا الآن أخي الكريم الشعوب العربية أو التيارات المتواجدة في الساحة العربية داخل السجون وفي المنفى، الآن الذين لديهم رؤى استراتيجية أو رؤى فكرية واستراتيجية ويستطيعوا تقديم الحلول لا يستطيعون أن يتكلموا. يعني أنت تتحدث عن أنه لا يوجد مشروع عربي، ويعني ميال إلى أن يتحقق المشروع الإيراني، لكن ثمة من يواجه هذا المشروع الإيراني على الأقل أمام وسائل الإعلام وفي الساحات، مثل بعض الدول العربية ومثل حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي هو قال اعترف أنه لا يريد تغيير النظام. لكن دعني أتحول مرة أخرى إلى الأستاذ خيري قبل أن أعود إليك. هل النظام الإقليمي الجديد يقوم على دولة مركزية تضمن توازناته، أم ثمة شكل جديد لا مركزي لهذه المنطقة؟ هو هناك تحدي في هذا الجانب. أعتقد أن السياسة الأمريكية هي اشتغلت منذ بعد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على أنه لا تكون هناك دولة قائدة في الإقليم، وفي هذا السياق شجعت دول أخرى وضغطت على دول مركزية بحيث أن تتراجع وزنها النسبي في تأثير السياسة الإقليمية ويرتفع مساهمة الدول الأخرى. هذا هو تحدي، وأعتقد إذا أدركته الدول المركزية يمكن إحداث تغيير في هذه المعادلة. هي النقطة الأخرى هو أن غياب أي مشروع فكري حتى لو تنميت الدولة القطرية، يعني مثلا مفهوم الأمن القومي لكثير من الدول، للجزائر، لمصر، للعراق، لسوريا، هل تطوير مفهوم الأمن القومي يساعد على إيجاد تحالف إقليمي متماسك أو متنافر على سبيل المثال؟ هنا دعني أسأل سؤال يعني استنتاجا مما تفضلت به، يعني هل يمكن القول إن مصر مثلا، دولتان كبيرتان في المنطقة العربية مثل مصر والعراق، طورتا مفهومة أمنهما القومي بقبولهما بالاحتواء؟ يعني هناك من يقول بأن إسرائيل يعني تحتوي مصر سياسيا، وإيران تحتوي العراق جملة وتفصيلا، هل هذا وجه من أوجه التعايش والتكيف مع التطورات الجديدة بحيث الحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه؟ هو فيما يتعلق بالعراق، أعتقد أن السياسة الأمريكية أخطأت كثيرا بحيث أن العراق وقع تحت النفوذ الإيراني، وهذا لم يكن سياسة مستهدفة في تقديري، لأن المصالح الأمريكية في العراق الآن مهددة بشكل كبير يعني. أما فيما يتعلق في العلاقة بين مصر وإسرائيل، أعتقد أن هناك منظور آخر يرى أن مسألة معايير العلاقة التي أسسها السادات وحسني مبارك ما زالت كما هي، وليست هناك عملية احتواء وليست هناك عملية علاقات حميمية كما يشاع. هناك مشكلة التناول الإعلامي للسياسة المصرية الإسرائيلية، أنها متأثرة كثيرا بما يصرح به الإسرائيليون وليس به ما يصرح به المصريون، وبالتالي أعتقد أن الإسرائيليون هنا يعملون على بناء تضخيم دعاية أو أحداث معينة بحيث أن تظل تكون مصر رد فعل للسياسة الإسرائيلية، أو أنها تظهر بصورة أنها تحت الاحتواء بشكل كامل، وبالتالي هناك معايير كثيرة أعتقد أن
مؤشرات كثيرة أن العلاقات، أن منظور الأمن المصري أو المنظور الأمن القومي المصري تجاه إسرائيل هو مثال كما هو. إذن لماذا قامت علاقة مع حماس وفتحت لها مكتب في القاهرة؟ يعني نريد أن نبني على المعلومات الثابتة وليست المتغيرات التي تحدث هنا وهناك. يعني هناك كثير من الأمور، يعني كان من اللافت مثلا أن نتنياهو زار السفارة المصرية في تل أبيب، وأن هذا الموضوع أخذ ضجة كبيرة. الدولتين أصلا في الأساس بينهم علاقات دبلوماسية، فمسألة زيارة أو عدم زيارة دي مسألة بروتوكولية. طب لو عدت معك إلى صلب السؤال، هل المنطقة في شكلها الجديد تحتاج بالضرورة إلى دولة مركزية تضبط توازناتها؟ تحتاج. إذا لم تكن، من هي الدولة المرشحة لهذا الدور؟ في الوقت الحالي لابد هناك أن تحدث ترابط أو تحالفات بين ثلاث دول على الأقل. إذا كانت الجزائر ومصر والسعودية أو مصر أو يضم إليهم العراق، وقد كتبت في هذا التحليل فأن شكل العلاقات الإقليمية لابد أن تعود الدول المركزية لممارسة دورها مرة أخرى. لكن الجزائر يعني مختلفة مع السعودية في موقف مهم جدا في موقف من إيران. يعني أنا أقصد وقلت أيضا العراق، يعني فبالتالي كيف يحدث هذا؟ هذا يحتاج إلى نقاش. من هي الدول التي يمكن أن تقوم بدور الرابطة الإقليمية للعلاقات العربية أو مرتكز العلاقات العربية؟ هذا يمكن أن في المستقبل، يعني في تقدير أن الجزائر الآن تعمل عملية انتقال آمن لتحسين وضع النظام السياسي، يمكن إذا نجحت هذه العملية أعتقد سوف تكون تتشكل سيعيد تشكيل العلاقات مرة أخرى في بلدان الشمال الإفريقي على الأقل. يعني نعم أستاذ عادل، يعني تحدثت عن إيران، لكن في المنطقة الآن يوجد ثلاث دول، يعني الكيان الصهيوني وإيران والدولة التركية، هي الدولة الأهم في المنطقة والتي تتمدد خارج حدودها بما أبنته عليها ضرورات الأمن القومي بعد الثورة السورية. أي هذه الدول يمكن أن تملأ الفراغ الناجم هذه في المنطقة برأيك؟ طبعا المشروع السني هو الآن في انحسار، يعني في تراجع في المنطقة العربية، ولكن ينبغي الإشارة هنا على أن الدولة الإقليمية الآن في منطقة الجزيرة العربية السعودية هي من تواجه المشروع الإيراني. المشروع الإيراني أنا من وجهة نظري الشخصية الآن في المنطقة بدأ يتمدد في أكثر من بلد، والأشقاء في السعودية يواجهوا المشروع الإيراني، وهذا الموقف يحسب لهم. وبالتالي أنا من وجهة نظري الشخصية أنه على التيارات الأخرى بما في ذلك التيارات سواء كانت المعارضة للثورات المضادة أن يقفوا مع السعودية في مواجهة المشروع الإيراني حفاظا على الأمن القومي العربي من هذه الدولة، لأنه أنا أتوقع، أنا من وجهة نظري الشخصية، بأن المشروع الإيراني هو دخل بروابط مذهبية وأيديولوجية، وبالتالي هو يستطيع أن يجذب أكبر قدر من الحركات الشيعية في منطقة الخليج العربي وفي اليمن وفي بلدان أخرى تحت ما يسمى أن هؤلاء مضطهدين وأن هؤلاء مظلومين وما إلى ذلك. وبالتالي هذا يستطيع أن يحدث خلل من الداخل، بينما المشروع التركي لا يمكن أن يكون هناك مثلا تناقض أو مشاكل داخلية على أسس مذهبية وما إلى ذلك، لكن المشروع الإيراني على أسس مذهبية، أي أنه باستطاعته أن يدعم حركات مؤدلجة من الداخل وتقوم بالدور الإيراني، ولا تحتاج إيران أن تتدخل في المنطقة عسكريا. هناك من يقوم بالمهمة من أبناء جلدتنا، يعني لا سمح الله مثلا الآن هناك ميليشيات موجودة، والآن لو سمح لها أن تظهر ستظهر في كل مكان، خصوصا في منطقة الخليج العربي وحتى في بعض الدول الأفريقية. رأينا كيف تم إغلاق بعض المراكز الصيفية في 2014 في السودان، رأينا كيف أن الجزائر ترفض يعني مواجهة إيران، وهناك يعني هناك يعني الأيادي الإيرانية تشتغل. لكن أستاذ عادل تحدثت عن موضوع المشروع الإيراني، لكن الظاهر الآن أن هناك مخاشنة سياسية إذا صح التعبير بين طهران وواشنطن. هذه المشاحنة أو المخاشنة، ثم من يقول إن وراءها خلاف بين الدولتين على طبيعة الدور الذي ينبغي أن تقوم به إيران في المرحلة المقبلة، وتحديد هذا ونهاية هذه المخاشنة بالشكل الذي ستنتهي إليه ربما يلعب دورا كبيرا في تحديد شكل المنطقة برمتها. كيف سينتهي مسار المخاشنة السياسية بين واشنطن وطهران؟ طبعا أنا من وجهة نظري الشخصية، الإدارة الأمريكية وضعت خطوط حمراء للإدارة الإيرانية وسمحت لها بأن تتمدد في بعض المناطق العربية، ولكنها رفضت أن تتدخل في مناطق أخرى. سمح لطهران بأن تنشئ ميليشيات في اليمن وأيضا في العراق وأيضا في سوريا وفي لبنان، ولكن أنا أتوقع بأن الإدارة الأمريكية لن تسمح للإيرانيين بأن ينشئوا ميليشيات مسلحة أخرى في المنطقة. لكن إذا إيران نفذت المخطط الأمريكي وحمت إسرائيل ولم تقوم بمهاجمة إسرائيل، أنا أتوقع بأن الإدارة الأمريكية يهمها
مصالحها وأمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية وأمن إسرائيل. فإذا التزمت إسرائيل بالمصالح، أقصد إيران بالمصالح الأمريكية، أنا أتوقع بأنه يتم إعادة تشكيل المنطقة على أسس طائفية، وأن يكون لإيران اليد الطولى في المنطقة بعد إسرائيل. ستكون إسرائيل في المرتبة الأولى، ثم بعد ذلك إيران، وبالتالي العرب سيكونون كما كان في الماضي عبارة عن مكان لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية، للأسف الشديد نظرا لغياب أي مشروع عربي بعد أن خرج الشباب في العام 2011. كان لدينا أمل كبير بأن يكون هناك نظام عربي حقيقي لمواجهة المشاريع الخارجية ولإعادة تشكيل المنطقة على أسس عربي وطني وعلى أسس هوية عربية وطنية إسلامية، ولكن للأسف كل هذه الأشياء تبخرت، ولكن إن شاء الله المستقبل سيكون لأبناء الشعوب العربية. أريد أن أختم مع الأستاذ خيري، يعني دول الإقليمية الكبرى من غير العرب لها حضور في عدد من الدول العربية التي شهدت انتفاضات الآن، إضافة إلى زد على ذلك روسيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية. يعني هذا الصراع إلى أي مدى يعني يعكس شكلا من أشكال محاولات صوغ هذه المنطقة وفق تصورات جديدة؟ وجود الدول غير العربية في بلدان عربية كثيرة هو موجود منذ زمن، لم ينقطع يعني سواء، لكن أن يؤثر في 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 شكل الدولة، يؤثر في القرار، لا يؤثر في القرار في الدول التي تشهد صراعات مسلحة، هذا الذي سألتك عنه. إنما في الدول الأخرى أعتقد يعني ليس مؤثرا، يعني مثلا فرنسا لم تستطع توجيه الحراك في الجزائر، لكن الآن هو المنطقة كلها أستاذ خالد يعاد صوغها انطلاقا من البقعة الساخنة. أنا أتحدث عن سوريا، نعم، أتحدث عن دول مهمة مثل العراق، مثل هو مثل بالنسبة للدول الساخنة، اليمن، الدول الساخنة هناك دول يتم حل مشكلتها دون تأثيرات خارجية، وهناك دول أخرى يتم حل مشكلتها قد يحتمل أن تحدث تأثيرات خارجية. يعني ما الخطورة في الملف السوري هو أنه محمل بالمسألة الكردية أيضا، يعني كيف يمكن حل هذه، هل بالفيدرالية، هل بالانفصال، هل بالحكم الذاتي؟ هذه الأسئلة أعتقد هي التي سوف تؤثر في المستقبل، لأن إذا طرحت المسألة الكردية وظهر وجود انفصال في دولة أو استقلال أو توسع في الحكم الذاتي، سوف تنتقل العدوى لدول الجوار أيضا، وبالتالي هنا المشكلة أن هناك دول عربية مهمة تساهم في إزكاء دور الترك الكردي في سوريا. نعم. وهذا بالنهاية يعني يطرح تساؤل، ما الذي يحصل؟ لماذا هذا العرب يتدخلون في زعزعة وحدة دولة عربية مهمة؟ يعني هل هذه الأجندة أجندة ذاتية ولا أجندة يعني أو هي امتداد لسياسات أخرى؟ يعني بالتالي هنا التأثير المهم. بالتالي القضية الرئيسية في أن الحل في اليمن وفي سوريا هو يتوقف على مدى تماسك الجبهة الداخلية والانتقال لحل سياسي مقبول من هذه الدول، لأن استمرار أن تكون هذين البلدين يعني في منطقة المندب والساحل الشرق المتوسط، إذا ظلت منطقة صراعات سوف تكون مصدر قلق للنظام العربي، وهي ربما مرشح لأن تكون كذلك بعد توجيه 4 سفن حربية تركية إلى تلك المنطقة والاعتراض الأوروبي عليها. هذا الجواب على هذه الأسئلة كلها. نعم. ما زالت معلقة في رحم الغيب. ما زالت. نعم، أشكرك شكرا جزيلا، أدركنا الوقت. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سقارية، والأستاذ عادل دشيلة الكاتب والباحث. كل الشكر لكم، في حراسة الله تعالى.